بالكلام عن النقاط اللي حضرتك شفتها هامة، حابة لو حضرتك حابة تتطرق لأحد النقاط المهمة اللي كانت الناس تعرفها مش البرلمان فقط. يعني أنا شايفة النهاردة العرض التقرير اللي حصل يمكن كان مستهدف منه المواطن أكتر ما البرلمانيين سواء الشيوخ أو البرلمان. إيه النقاط اللي حضرتك حابب توصل للمواطن العادي أنه يعرفها ويشوف إنجازات الحكومة فعلا على مدار العامين دول؟ يعني اهم حاجه احنا لما بنتكلم على محور مثلا حمايه الامن القومي، احنا خدنا ناخد مثلا بعض النماذج البسيطه للامن القومي، منها الامن المائي، الامن الغذائي، مكافحه الارهاب. الامن المائي احنا مصر كانت بتتبع سياسه هادئه، البعض ربما يعني كان ينتقد هذا الامر، لكن الحقيقه ان اثبتت التجربه ان السياسه الهادئه، السياسه المصريه الهادئه المتزنه الواضحه ومحدده الملامح هي اللي تحقق المصلحة في النهاية بحشد القوى الدولية وإجبار الجانب الأثيوبي إن هو يعني يرضخ للإرادة المصرية بالجلوس على مائدة مفاوضات بلا أي شروط وبشكل جيد. الأمن الغذائي أيضا مصر الحقيقة، بالإضافة أيضا لترشيد الاستهلاك، يعني بنتكلم برضو على المحاور تبطين الترع، وده كان مشروع من المشروعات المهمة للغاية. أيضا الاستحداث وسائل الري الحديثة، كل ده ساعدنا على أننا نواجه أزمة. احنا عندنا أصلا مصر تعاني من فقر مائي بعيدا عن قضية السد الأسيوطي. عندنا الأمن الغذائي ومحاولة فتح محاور جديدة ومحاولة استزراع مساحات جيدة. عندنا مكافحة الإرهاب، ولازم نتكلم على مكافحة الإرهاب الحقيقة في أكتر من سياق. يعني مكافحة الإرهاب إذا كنا بنتكلم على التسليح وإعادة بناء الجيش وإعادة بناء الأمن، جهاز الأمن بشكل جيد لمواكبة هذه المرحلة بما تشهده من تحديات، فالحقيقة لابد أننا أيضا نتطرق إلى محور آخر وهو محور التنمية. يعني سيناء تم رصد مبالغ ضخمة جدا جدا لتنمية سيناء، لأن الحقيقة هو التنمية هي الحائط الصد الأول في مواجهة الإرهاب. نتكلم على سياسة مصر الخارجية، ودي مش بمعزل عن قضية السد الأثيوبي. سياسة مصر الخارجية كانت سياسة متزنة ومعتدلة. قبل ما نترك السد، بما أن حضرتك تحدثت عن الأمن المائي وهو هام الآن، لأنها قضية ما تخصنيش لوحدي، في طرف آخر مشترك معي الآن، ما عرض في هذا الشأن والمعالجة التي تمت، وخاصة هل فشلنا، مش عايز اقول فشلنا، يعني لم ننجح في تصدير القضيه دوليا او تسويقها دوليا بشكل كافي؟ هو ده بقى المحور الثاني اللي هو سياسه مصر الخارجيه. مصر بتتعامل في السياسه الخارجيه الحقيقه في المرحله الحقيقه، وهذه اشاده في حق الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي حق الخارجيه والدبلوماسيه المصريه، ان احنا يعني منفتحين على العالم بشكل كبير، ما بنركنش الى طرف اخر. يمكن في مراحل معينه كنا بنركن الى الجانب الامريكي فقط على حساب المحاور الاخرى. عندي تعدد العلاقات، تعدد العلاقات سواء على المستوى العربي، يعني احنا على المستوى العربي احنا مصر لها موقف محدد، خاصه على مستوى الخليج احنا عندنا محور مهم جدا الامن القومي، عندنا محور ايضا الجانب المحور الافريقي والاتجاه والانفتاح والانخراط بشكل كبير جدا داخل القاره الافريقيه، وده اصلا بيعالج يعني رواسب قديمه، وده هنشوف نتائجه او بدانا نشوف نتائجه في ملف السد الاثيوبي، واكثر من رئيس افريقي يعني بيدعم الموقف المصري، اضافه الى اننا في المستقبل القريب ان شاء الله سنشهد يعني تجاوب اكبر من القاره السمراء اللي هي الحقيقه المحيط الاساسي والاول لمصر. نفس الكلام بالنسبه للجانبين، احنا علاقتنا متزنه جدا مع روسيا، مع الجانب الامريكي، مع الصين. هذا الامر ايه قيمته؟ قيمته ان هو في القضايا المحوريه المصريه بتجدي من يدعمك. فالحقيقه احنا بنتكلم على فشل او نجاح، هي عمليه نسبيه، يعني انت بتتكلمي عن فشل، اي فشل؟ اثيوبيا ناجحه؟ هل اثيوبيا حققت اهدافها؟ اثيوبيا بتعاني مشاكل كبيره جدا. يعني مصر انا حددت انه فشل تسويق وليس فشل في اداره الملف، وليس فشل تسويق. اذا كنا بنتحدث عن لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كل لقاءات حضرتك تابعي كل اللقاءات سواء خارجيه او داخليه، ملف سد النهضه هو المحور الاساسي والاول. نفس الكلام في جولات الوزير سامح شكري في برضه جولاته الخارجيه، ملف سد النهضه، لكن على المستوى الدولي لم تلاقي القضيه الدعم الكافي، وحولت اكثر من مره لافريقيا ليكون الحل افريقي افريقي بالرغم من تخاذل افريقيا.
هذه قوانين دوليه. يعني احنا برضو خلينا نتكلم على ان المحور الاساسي هو المحور الافريقي، والقضيه حلها سيعود ايضا حتى لو ذهب الى مجلس الامن، لان مجلس الامن فيه اشتراطات لتدويل القضيه. هذه الاشتراطات تستدعي ان الجانب الاثيوبي ايضا يوافق على الامر، فبالتالي بيتم اعاده الامر للجانب الافريقي. هذا الامر في الحقيقه هو يعني ليس عيبا، او اطاله الامد للمفاوضات ليس عيبا للسياسه الخارجيه، ولكن هو يعني يرجع الى الجانب الاخر اللي هو لم يبدي حسن النيه، ولكن احنا بنكسب الحشد الدولي، وده هيحقق اهدافنا ولو بعد حين وليس الان. يعني فاحنا بنتكلم على ملف سد النهضه، لكن حقيقه ملف السياسه الخارجيه او محور السياسه الخارجيه هو ملف كبير جدا شأنه شأن النقاط الاخرى. اذا حبيتي حضرتك ان انا اتطرق لبعضها. اتفضل. طبعا اتفضل، يعني يهمني النقاط اللي حضرتك شايف ممكن نعرضها. اتفضل. عندنا كمان بناء الانسان المصري. يعني انا مش ممكن ابدا ان انا اغفل ما يجري في مصر من حياه كريمه، من تحديث سواء للبنية الأساسية، أو حضرتك زي ما تفضلتي حياة كريمة، مشروع حياة كريمة، أو تطوير العشوائيات قبل حياة كريمة، أو إحنا بنتكلم على تطوير دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة إلى يعني الارتقاء بفكرة الوعي أيضا، لأن إحنا بنتكلم على الحروب الجيل أو الجيلين الرابع والخامس الحقيقة بتتكئ على فكرة الوعي. إزاي الإنسان المصري يكون قادر على استيعاب فكرة الشائعات؟ مفيش يوم حضرتك بيمر إلا الحكومة بتنفي عدد من الشائعات. لابد أن المواطن يتمتع بالوعي الكافي ولا ينقل مثل هذه الأمور. وهذا الحقيقة أيضا يعني موضوع مهم جدا في فكرة بناء الهوية أو استعادة الهوية المصرية، وهو أمر أيضا في برنامج الرئيس وأيضا برنامج وزارة الثقافة. ففكرة بناء الإنسان، المحاور المرورية اللي البعض يمكن يعني يراها بشكل إيجابي، والبعض الآخر لا يفهم قيمة إن أنا أستعيد فكرة المحاور المرورية اللي هي بتحلحل أو تفكك الزحام الشديد في القاهرة. إحنا عندنا مشكلة خطيرة جدا لحضرتك رجعتي، صفر المونديال كنا واخدينه، السبب الرئيسي كان الزحام. طب إحنا بنحل المشكلة، الاستثمار وعدم يعني وجوده بالشكل الكافي بدولة بحجم مصر وفيها استثمارات وفيها محاور استثمارية مهمة جدا، أيضا الزحام. وبالتالي أنت بتوفري الطرق اللي يتم نقل عليها. بنتكلم على أيضا المحور قناة السويس، وده محور مهم للغاية، فلابد أيضا من طرق، لابد من طرق لتسويق المنتجات. احنا بنتكلم على بناء الإنسان في نفس الاطار. احنا بنتكلم على يعني حضرتك البرنامج من 2018 ل 2021، يعني فتره ماشي كبيره قوي على كل الانجازات اللي حاصله حقيقي. يعني خليني اقول لحضرتك دي فتره حقيقيه اقل كثير من كميه الانجازات اللي طرحت في التقرير، وانا متاكده ان في كتير ما اتذكرش في التقرير، لان لو اتذكروا على كل المستويات ما يحدث على الارض حتى يعجز عنه السرد والتوثيق.